في الاول لما كنت بتكلم مع حضراتكم وكنت بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، النهارده عيد استشهاد ماري جرجس، وكنت بقول لحضراتكم ان احنا لابد ان نتحدث عن قوه كنيستنا وهي الكنيسه المنتصره والوعود اللي سابها لنا ربنا في الكنيسه المجاهده تمثل كلها مصادر قوه. في امور كتير كانت غايبه عننا، يمكن ثوره 25 يناير اظهرت مصطلح جديد هو القوه السياسيه للاقباط. عشان نتناقش في هذا الموضوع بيشرفنا ان يكون معانا المهندس عزت بولس، رئيس تحرير جريده الاقباط متحدون الالكترونيه. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بك. كمان بيشرفنا يكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ روبير الفارس. اهلا بك يا استاذ. اهلا استاذ هيبه. اهلا بحضرتك. باشمهندس عزت، وحضرتك مسؤول عن جريده الكترونيه من اهم المواقع اللي بتلقي ضوءا كبيرا على هموم الاقباط في مصر وعالمهم، وانا عرفت من حضرتك انه ما بين 25 الى 30 ألف ربما يتردد يوميا على الموقع يعني علشان يعرف الاخبار. عايز اسال حضرتك في الاول، كان ايه الهدف الاساسي من انشاء هذا الموقع ومتى انشئت هذه الجريده؟ هو الموقع انشئ سنه 2004 وانشئ مش على اعتبار ان هو بقى جريده الكترونيه او جريده على الاطلاق، هي كان بينشر عشان المهندس عدلي ابادير في سويسرا قرر انه يعمل مؤتمر يجمع فيه الاقباط من مختلف القارات. فعشان يعلن عن هذا المؤتمر، بما اني انا كنت في المجال الالكتروني، فطلب مني ان انا اعمل له موقع عشان نحط فيه اجندة المؤتمر. فده حصل في سبتمبر 2004. وبعد المؤتمر الكلمات القيد في المؤتمر حبوا الناس ينشروها، فبدأنا ننشرها في هذا الموقع، ومع الوقت الناس حبت الموضوع فابتدت تنشل ارائها مقالاتها، الاخبار بقت بتوصلنا دائما، فابتدى تدريجيا تتحول من فكره موقع الى فكره جريده تحدث مره اسبوعيا، عده مرات في الاسبوع، مره كل يوم، ودلوقتي عده مرات يوم. ويبقى في عدد كبير من المراسلين ياخدوا احاديث تليفونيه يصوروا ينقلوا للناس اول باول. بالظبط. تمام. استاذ روبير، طبعا ليك كتابات كثيره تتحدث عن هموم الاقباط، واحنا يعني استضفنا حضرتك قبل كده وكلمتنا عن بعضها، زي كتاب اخت يهوذا وكتابات عن اختفاء القاصرات، ويا اما تحت اغراء مادي او ضغط عاطفي. الى اي مدى بتشوف ان كتاباتك كانت قوه ضغط او ليها تاثير لتغيير الاتجاه العام تجاه هذه القضايا؟ الكتب طبعا زي ما حضرتك عارف في الوسط المسيحي كانت دايما بتهتم بقصص القديسين والمعجزات. ابتدت تاخد منحة تاني لان حصل احتياج لكتب تعمل توعية وقائية عن البنات اللي بتسيب المسيحية، وكان دايما سؤال مطروح ليه بنات؟ ليه دايما هم بنات وليه دايما الستات بالذات؟ فكانت من هنا جت فكرة كتاب اخت يهوذا، وهو بطبع للخمس مرات ولقى اقبال كبير لانه مختلف عن كل الاتجاهات اللي ماشية في الكتب المسيحية. ده بالنسبة لاخت يهوذا. بالنسبة لكتابات تانية، الكنيسة كانت محتاجة انها تفتح شويه في المجال الاجتماعي والسياسي. فنيافه الحبر الجليل انبا موسى عمل لي كتاب اسمه الموسوعه الصحفيه للشباب، شرحنا فيه المذاهب السياسيه، الاحزاب، ابتدينا نوعي الشباب بالمشاركه، ده كله في ظل النظام اللي فات يعني. فعملت عمليه تغيير هي بطيئه، لان احنا طبعا لسه السائد ان كتب القديم المعجزات هي الرقم واحد، والكتب دي هي على الهامش شوي، لكن الكتابات طبعا أثرت حتى في المجال العام، يعني اكتفت من تكفير اللي كان بإصدار المسيحية وبيبيح دم المسيحيين. أما كتبت عنه حصلت استجابة من وزير الأوقاف وتم سحبه من السوق. كتاب دلائل البشارة المحمدية كانت عاملاه الهيئة العامة للكتاب، نشرنا عنه في وطني وحصلت استجابة برضه. فالكتابة هي عنصر ضغط مهم، لكن لازم يكون المتلقي هو كمان مشارك. طبعا. طيب استاذ باشمهندس عزت، حياتك يعني من خلال تجربتك الاعلاميه، هي يمكن زي ما حضرتك قلت ما بداتش كده وتحولت الى كده، لكن كيف تقيم الاعلام في مصر بعد 25 يناير؟ الاعلام بعد 25 يناير ليس احسن حالا من الاعلام قبل 25 يناير. بمعنى ان لسه الى حد ما احادي
بينقل وجهة نظر هو عايز ينقلها، متأثر هو في الاخر ما يقدرش بسرعة يغير جلده. يعني اذا كانت الرؤوس اختفت لكن لسه في بعض الناس اللي هم تعودوا على نوع من ان هم يوصلوا المعلومة بهذه الطريقة فهم مش قادرين خلاص. أقصد أقول أنه يعني مثلا هل الوجود القبطي في نشرات الإعلام وفي البرامج ونشرات الأخبار تغير، لكن تغير بشكل معنوي لإبراز هذه القوة السياسية لوجود الأقباط في مصر، أم أنه مجرد زي ما كانوا بيعملوا زمان مع جرائد المعارضة ياخدوا خبر اقتصادي ملوش أي قيمة من جريدة معارضة لمجرد أنه بيذكر اسمها، وكانوا أصحاب هذه الجرائد برضو سعداء أو بيطلع أسامينا. فتشوف حياتك لسه في هذه المرحلة. يعني هو عشان نبقى برضك أمناء، هو تحسن، يعني تحسن عن الماضي. دلوقتي بيعرضوا وجهة نظر الأقباط، بيعرضوا المظاهرات اللي بيقوم بها الأقباط. مش دايما بيعرضوا بيلقوا الضوء على المشكلة نفسها، لكن بيقولوا ان في مثلا موضوع ابو قرقاص بيحصل كذا وكذا وكذا، من غير ما بيناقشوا ايه الدوافع اللي بتحصل اللي وراء هذه الحادث، وايه مدى تأثر الأقباط بيها، وايه مدى ان هم يعني برضك في وضع يجب ان يكونوا لا منصفين اكثر من كده. طب استاذ ربير، يعني برضو اسالك في نفس النقطه، يعني النهارده مثلا بالصدفه في نشره الاخبار في القناه الاولى فوجئت بان هم جايبين مسرحيه عاملينها مجموعه ناس في احتفال مسيحي، فاندهشت، يعني قلت احنا قبل كده كنا بناخد جوائز باسم مصر، جوائز دوليه، وما تلاقيش اخبار خالص تخص الفن او المسرح، فما بالك بقى بالسياسة. انت بتشوف ان قوة الاقباط اللي ظهرت في المواقع الالكترونية وجرائد قوية زي جريدة وطني، كتاباتك، كتبك، هل بتشوف ان الاعلام بيواكب القوة دي؟ انا بتفق مع الباشمهندس عزت. الاعلام ما اتغيرش، يعني انا كممارس للمهنة مش شايف فرق كبير، مش حاسس ان في حرية زيادة. يعني انا عايز اقول ان هو حصل اللي كان الرئيس محدش يقدر يجي جنبه، دلوقتي كله بيهاجم رئيس الجمهورية. لكن في قضايا كتيرة تم التغييب عنها، احنا ما لقيناش اعمدة رأيغيات نقلت للتلفزيون تدين عدم محاسبة اللي هدموا كنيسة سول مثلا، اللي ما لقيناش حد في برنامج كبير يدين اللي قطعوا ودنا الراجل في قنا وما تحاسبوش ايمن متري. فاحنا للأسف حصلت بس هي شوية فوضى، لان مثلا السلفيين بقلهم جريدة بتصدر بدون ترخيص اسمها صوت بلدي، وتكيل الإهانات والإصدارات للمسيحية مدرسة البابا شنودة بشكل فج، ودي هي دي حرية الإعلام. يعني احنا لما بنتكلم على الأقباط كقوة موجودين، مفيش مقابل، يعني فين برامج اللي هي بتعرف الأقباط؟ احنا الأهرام يوم العيد نازل خبر في الصفحة الأخيرة يقول الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم الاثنين يوم شم النسيم. فلا هو يعني التغيير ما حصلش، احنا ما دخلناش مكنه 25 يناير طلعنا من الناحيه الثانيه متغيرين. الناس اللي بتكتب هي بعقلياتهم، حصلت شويه انفراجه وجهوها في اتجاه واحد، اتجاه يخدم مصالحهم الجديده. اللي هي الناس للاسف كتير ركبوا الثوره، يعني السلفيين والإخوان، وده مثبت ومسجل، كانوا ضد الثورة، ضدها تماما، وضد المظاهرات. ومبارح مع منى الشاذلي طلع الشيخ محمود عامر القنديل قال كده، السلفيين كانوا ضد الثورة. الشيخ نفسه قال إن المظاهرات بدعة، لأن السلف ما عملهاش، إن الخروج على الحاكم الظالم غير شرعي، معصية. وأطيعوا الله والرسول وإلى الأمر منكم. فجاي دلوقتي هم اللي احتلوا المشهد الإعلامي بالكامل. الإعلام مطلع قتلة زي علاء عبود الزمر واحتفل بيه، مطلع في كل صفحة، حجازي طلع في تلفزيون الدولة في وقت أزمة إنا ويقول لا محافظ مسيحي، لا في تفضيل الحكومة. المشهد اللي حضرتك بتقوله بتاع مسرحية صرخة عمل بتاع اليوم اللي قامت وصفيت شيء بتعاون مع اللي هو طلع، هم موجوش جوه الكنيسة، هو اسكوف هي اللي راحت لمسرح السلام. لا، هي القضية اللي انا بتقلها مش مين راح عند مين، انا بتكلم على فكرة
الفرق بين ان انا اقول اهو عندنا كتاب اقباط زي روبير الفارس وعندنا جرائد الكترونيه اقباط متحدون للمهندس عزت، او اني اقول ما يناقشه روبير الفارس في كتاباته. ده اللي خليني انقل بقى السؤال للمهندس عزت، قوه الاقباط في المشاركه السياسيه. حضرتك بتشوف انتماء الاقباط اللي يجب ان يكون الى احزاب، كيف تكون هذه القوه في الفتره القادمه؟ يعني انا شايف ان الاقباط حصل لهم طفره جميله جدا ورائعه في خلال بعد 25 سنة. اولا هم اشتركوا مع الشباب طبعا، ومات منهم بعضهم او استشهد بعضهم، وبعد كده هو ابتدى اللقباط يحسوا فعلا ان هم جزء من هذا من المجتمع ومش مهمشين، وابتدوا ينخرطوا اكثر في السياسه وينفعلوا مع السياسه ويشتركوا في الندوات اللي هي بتشرح. مثلا قبل الاستفتاء الاخير اللي هو يوم 19 مارس اللي فات، كان في فعلا روح جميله جدا عند الشاب القبطي والرجل والسيده القبطيه، بس ان كلهم عايزين يشتركوا في هذا في ان لمستقبل اكبر واحسن واجمل لمصر. هم عملوا فعلا الخطوه دي واشتركوا بقوه في هذا الاستفتاء، لكن بعد هذا الاستفتاء اصيبوا زي ما تقول كده خيبة أمل. او انا بسميها نكسه، وده في رايي غلطه كبيره حصلت، غلطه كبيره من الاقباط، لان هم طبعا لازم يعرفوا ان انا مش هتكلم على موضوع هل الانتخابات دي كانت مزوره ولا مش مزوره، ده مش موضوعنا، الموضوع ان هم دخلوا المعركه دي، والمعركه دي أدوا فيها جيل لكن ما أخدوش النسبة المتوقعة. إيه المشكلة؟ هل المشكلة إن إحنا بعد كده نفقد الأمل ونقعد ونقول إحنا عملنا وما نفعش؟ ده غلط. لازم دخلنا المعركة دي خسرنا جولة. نشوف بقى إحنا خسرنا الجولة دي ليه؟ خلينا إيه الغلطات اللي إحنا عملنا؟ وإيه اللي نعمله عشان نكسب الجولة التانية؟ مش إحنا نقول إحنا عملنا اللي عملنا ودخلنا وبعد كده إيه؟ ما نفعش. كأننا كنا منتظرين ان الحياة كلها هتتصلح لو الاستفتاء ده طلع لا مثلا. طب احنا لو قلنا كده هو وقعدنا بهذه السلبية نقول احنا عملنا اللي عملنا وما نفعش، طب وايه اللي هيجرنا؟ بعد كده ان احنا هنقعد ونتقبل ما يفرض علينا واحنا مش مشتركين فيه، مش قادرين نأثر فيه، لكن فقط ان احنا متلقيين وقاعدين نندب حظنا. ده غلط. احنا لازم نبقى أقوياء، لازم لما يجي فينا جول واثنين نكمل الماتش عشان نعوض الجنين ونكسب، مش نستسلم. يا أقباط احنا قدامنا دلوقتي مشاركة لازم نكون فعالين فيها، نشارك في هذا الوطن، نشارك في عمل مستقبله. كل واحد يفكر في أولاده، واللي مش متجوز هيفكر هيتجوز أولاده عشان يبقى ليهم مستقبل كويس. احنا لا نقبل ان احنا مهمشين، احنا زينا زي اي واحد في هذه البلد لا اقل. احنا لازم نبقى عندنا اعتزاز، نعتز بقبطيتنا. انا قبطي، انا مصري، انا هنا وبشارك، انا هنا بنفعل مع هذا الوطن. يا اقباط بلاش السلبية، بلاش هذا الاحباط. لا ما تخافوش من السلفيين. انا بشوف اللي قاله روبير ده حاجة كويسة جدا، يطلع عبود الزمر أو قاعد يتكلم في التلفزيون بيكشفوا نفسهم بيعملوا مظاهرات. هل فاكرين المظاهرات اللي هي طالعة دي، هل السلفيين دول اتولدوا فجأة بعد 25 يناير؟ ما كانوا موجودين قبل كده. دول حصاد للموجود، حصاد مش 30 سنة، حصاد 60 سنة من حكم ديكتاتوري قمعي، فطلعوا من الحجور لكن هم موجودين. هل تفتكر ان النود دي بتطلع مثلا في شهر؟ لا بس هو ربما يا باشمهندس ما يقلق استاذ روبير وكثير من العاملين في الدوله على مستقبل هذا البلد، ان هم زي ما كان البرنامج اللي اشار اليه اللي هو العاشره مساء امبارح، هي اكثر من مره منى الشاذلي قالت له احنا مش في معرض الحديث عن الفكر السلفي، خصوصا انه ما فيش حد بيحاول يستضيف رجل دين مسيحي عشان يقول له كلمنا عن الفكر المسيحي، ويطلع رجل الدين المسيحي يقول انا لا اؤمن الا بكذا ولازم يمشي كذا سواء شئتم ام ابيتم. فهنا في اختلال. طب استاذ روبير عايز ارجع لك اسالك في نفس الموضوع،
معروف ان السياسة هي فن النفس الطويل والمكسب والخسارة والاعداد لجولات جديدة. هل انت بتشوف الاقباط تراجعوا سلبيا الى عدم المشاركة الى او الى محاولة التقوقع في احزاب لها شبهة دينية او كده؟ ايه رأيك في مشاركة الاقباط السياسية الفترة القادمة؟ شوف حضرتك، الاقباط فعليا هم اللي في ايديهم مستقبل حكم مصر، والكلام ده مش كلام كده وخلاص. دلوقتي الاحزاب بتتكون، قانون الاحزاب بيشترط ان ما فيش حزب يقوم لا على اساس ديني ولا على اساس طائفي ولا على اساس مذهبي ولا على اساس جنسي. تمام، حلو الكلام كده. اساس جنسي يعني امراه ورجل. تمام كده الحكايه ملعب الاقباط. ما فيش حزب هيتوافق عليه لو ما فيهوش اقباط. اوكي، يبقى حزب الحرية والعدالة بتاع الإخوان المسلمين في إيدين الأقباط إنهم يدفنوا الكامل. أبو العيلة ماضي. لا، اللي هم اختاروا له الدكتور محمد مرسي النهاردة. ده أبو العيلة الوسط. الوسط. ده صدر بحكم محكمة. أيوة بعد سنة. السلفيين بيعملوا أحزاب. الإخوان بيعملوا أحزاب. دلوقتي الأقباط في إيديهم قوة وجود هذه الأحزاب أو دفنها. بس حياتك بتقول انه عدم اشتراك الاقباط يقود هذا الحزب، ولا يكفي ان هم يعلنوا انه مش على اساس ديني؟ لا، يقود هذا الحزب، لان انت لو قدمت 5000 توكيل لتاسيس حزب كلهم مسلمين في هذه الحاله، ده حزب طائفي مش مصريين دول. الشروط ما هو لا حزب يقوم على اساس ديني او طائفي او مذهبي. يعني ما ينفعش السنه يعملوا حزب، ولا الشيعه، ولا حد يقول له ارثوذكس ولا البروتستانت. يبقى دلوقتي 5000 توكيل اللي هيتعملوا لو مفهومش اقباط، يبقى الحزب ده طائفي للمسلمين فقط، يرفض. فدلوقتي، وده كان من المعوقات اللي اعلنها الدكتور سعد الكتاتني بتاع الاخوان المسلمين. ليه اتاخروا في انشاء حزب الحريه والعداله بتاع الاخوان؟ علشان ان ما كانش فيه اقباط مقبلين على الحزب. هم معاهم بعض الناس للاسف مسيحيين، ودي كانت يعني شيء نكته، يعني ايام عبد الناصر لما كانوا بيقبضوا على واحد مسيحي ويقولوا له انت شيوعي، يقول لهم لا، يقولوا له طب انت اخوان، فكانت تبقى حاجه مضحكه انه مسيحي واخوان. فاللي حاصل دلوقتي للاسف ان في 2 أو 3 من المستفيدين من الاخوان موافقين ينضموا للاحزاب اللي ذات المرجعيه الاسلاميه، حتى لو ما كتبتش. أيوة. الاخوان ناس اذكياء بيلعبوا سياسه ليهم 80 سنه، لعبوا سياسه مع الملك ومع الاحتلال ومع جمال عبد الناصر ومع السادات ومع مبارك. الاقباط القانون ده جاء منصف لحد كبير. فانت حتى لو انضموا مجموعه، لان احنا للاسف مش تحت ايدينا الغياب الوعي ان كل المسيحيين يبقوا فاهمين حزب العداله والحريه ده بتاع الاخوان، ما ينفعش مسيحي اخوان. ليه؟ انا مش ضد تيار او فكر في المجتمع، لكن ده بيقوي الدوله المدنيه. تمام. حتى لو ادعى ان هو مدني. طب استاذنك، بس معايا تليفون من جرجه، وهرجع اخد راي باشمهندس عزت في الكلام استاذ روبير. استاذ حشمت، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. سلام المسيح لكم. اهلا بيك يا فندم. سلام المسيح عليك وعلى ضيوفك الموجودين. اشكرك الله يخليك. فحضرتك بالنسبه للمسيحيين، بالنسبه للمسيحيين عامه، هم مش يائسين بالنسبه للانتخابات او الاحداث اللي بتحصل. أيوه. هم حزانه. خطه المقدم والمنية ونجح حمادي وجيني، فطبعا كتر خير، واسكندريه فكتر خير. المسيحيين حزانه، مش ياسين. المسيحيين مستعدين بس بعتهم في الصخر يبحثوا. واخد بال حضرتك؟ ايوه. هم مش ياسين، هم حزانه مش اكتر. استاذ حشمت، لما يكون في قتال والانسان ياخد فكره مش عاجباه، ده يحفزه اكتر انه يقاتل، ولا لما يتعور فياخد جرح فيقاتل من اجل الحياه اكتر؟ يعني مفترض ان الاحداث دي تخلينا نبقى مقاتلين في اننا نحافظ على ان الدوله دي تبقى مدنيه، ولا ايه راي حضرتك؟ لا، دي لازم تكون مدنيه باذن الله. باذن المسيح. طيب، احنا بنشكر حماس حضرتك، واكيد انت بتنقل حماسك ده لكل اللي حواليك. يعني انا متابع القناه ومتابعها.
متابعها، وبالنسبه للاحداث اللي بتحصل احنا كل حاجه مش اكثر. طيب حضانه النظاميه يا اسرع مش هنيئه. طيب ما دام ربنا والهنا معانا مش هنيئه ابدا. طيب متشكرين قوي يا استاذ حشمت، اشكرك. معانا الاستاذ ايوب من الوراق. استاذ ايوب. ايوه اهلا بيك يا فندم، اتفضل. مساء الخير يا استاذ. مساء النور. مساء الخير مع على ضيوف حضرتك. مساء الخير. اهلا بيك، اتفضل يا فندم، احنا سامعين حضرتك، اتفضل. حضرتك بس انا حابب اشارك بس مع حضرتك وليا تعليق بسيط، ان الاقباط اصحاب فاعليه وقوه جامده جدا في حاله ان هم يعرفوا الكلام ده. تمام. لازم ان هم يرموا نفسيهم، ولازم ما زي ما بيقول الاستاذ روبير كده ان الاخوان المسلمين بيشتغلوا السياسه بقى لهم 80 سنه او 60 سنه او اكثر. احنا للاسف لغايه دلوقتي فايتانا النقطه دي، او ان احنا رقم واحد او لازم عشان نوصل لحاجه فعاله ان احنا نرتب صفوفنا وان احنا نعرف يبقى عندنا وعي ثقافي ووعي سياسي، يعني ايه سياسه وايه الخطوات اللي يجب ان احنا ناخدها. وعلى الكنائس بالدور ده بعض الاسقوفيات اللي كانت اسقوفيه الشباب وبعض المفرنيات والبرشاد كانت بالدور، بس بصوره مبسطه جدا وضعيفه جدا الوقت اللي احنا فيه. طب عشان يوصل لخطوه ايجابيه او يوصل لحاجه فعاله لازم الدور ده يكبر كويس جدا، ولازم يبقى فيه وعي وتركيز عليه جدا. طب اسمح لي اسال حضرتك سؤال، في بعض الناس بيعيبوا على المطرنيات والكنائس ان هي تشارك في بناء هذا الوعي السياسي، بينما زي ما سمعنا من ضيوفنا الافاضل الاخوان يلعبون اللعبه السياسيه منذ عقود طويله، فايه راي حضرتك؟ حضرتك سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. سمعت سؤالي، اتفضل. مش عيب ان الكنيسه تقوم بالدور ده، لان الدور ده في داخله او في ذاته هو عمل اجتماعي، مش هتقوم بدور عمل سياسي زي ما الاخوان بيلعبوه. احنا يعني هتقوم بيه في اطار نوع من التوعيه، مع الكنيسه دي مؤسسه انا بتقوم بكل شيء، من ضمن الحاجات بتعلمني برضه ازاي يعني مجتمعي وازاي ابقى وطني وعندي انتماء وازاي الحاجات دي كلها. هي مش هتعلمني سياسه، هي مش تاخدني وتقول لي تعالى انت اعمل حزب ديني او اعمل كذا او اعمل كذا. لا، هي هتوجهني. فهو ليه احنا بنقول الكنيسه؟ عشان هي المؤسسه اللي اغلبيه الاقباط عندهم يعني ثقه فيها، لغايه ما يتعلموا يعني ايه سياسه وازاي يلعبوا السياسه بره. ايوه يعني في الاماكن المتاحه والاماكن المتاحه. شكرا جزيلا. يعني دورها يعني برضه البعض يفتقدوا بعض الامكانيات. يعني خلينا بصراحه كده، الاخوان بيلعبوا سياسه، من ضمن الحاجات اللي بتميزهم ان ليهم تمويل بيجي من اماكن. انا بشكر حضرتك، اكتفي بهذا القدر عشان معايا مداخلات ثانيه. شكرا استاذ ايوب. معايا استاذ حنا من المنيا، وانا بسجل النقط عشان اخد راي حضراتكم فيها. اتفضل استاذ حنا. مساء الخير. مساء النور يا استاذ حنا، ارجو ان حضرتك توطي التلفزيون خالص وتسمعني من التليفون. ماشي حاضر. اتفضل يا فندم. احنا بالنسبه للوعي اللي حضرتك بتقول عليه، ايوه ممكن يعني يوعونا للشباب خصوصا في الوعظات، يعني بسيط وسط اللي يعرفون الحاجات دي في الكنائس. بس وفي حاجه احنا سامعين منها هنا بنقول في الانتخابات والحاجات دي، اي واحد مسيحي بيضيع اصواته زي الاستاذ علاء رضا رشدي في ابو جرجاط، وانت عارف قصته. طبعا كنا بنديه كلنا واثقين انه ينجح، كانوا بيضيعوه واصواتنا بتضيع، فالناس يأست يعني ان احنا عايزين نعمل كذا. مش هيمشي كذا، هيمشي اللي هم عايزينه. ان شاء الله يا استاذ حنا هيمشي كذا بعد الثوره الجميله اللي اتحققت في مصر ديت. اشكرك يا استاذ حنا. يعني في نقط كتير، نقطه اليأس ونقطه فكره بناء الوعي لدى الكنائس، يعني من الكنائس لدى المواطنين الاقباط. باشمهندس عزت، هو في فرق كبير قوي المقارنه بين دور الكنائس ودور الاخوان المسلمين. اتفضل. لان دور الاخوان المسلمين بيلعب على العاطفه الدينيه، يقول لك لو ما عملتش كده يبقى انت مش مؤمن كفايه، ويحشي اتجاه معين، بيحشي في اتجاه واضح هو اللي بيتخذه وبيحشد الناس. والكنيسه ما بتعملش دورها، ما كانش دورها بتعمل توعيه. وبعدين في الاخر احنا همشنا مش مزاجنا
في خلال العقود السابقه لان ما كانش لينا ملجا في الاخر. أيوة. حطونا ان احنا ما نلجاش غير الكنيسه. صحيح. فدلوقتي احنا عايزين نعتمد على انفسنا. فعلا لازم نعمل الخطوه دي ومش انا مش عايز اقول نخرج من عباءه الكنيسه، لا احنا نبقى مستقلين ونبقى لينا الدور القيادي مش من خلال الكنيسة، من خلال أنفسنا. زي اللي حصل في المظاهرات في ماسبير وقبلها في العبرانية وكذا. احنا عايزين نبقى نقوم الدور ده بيبقى نابع من جوانا باعتبار ده مواطنين مصريين مسيحيين. صحيح. فده دي حاجه. وبعدين احنا مش عايزين نخاف من الاخوان. انا شايف ان في نبره خوف من الاخوان، عندهم خبره سياسيه انا عايز واحد يقول هم 80 سنه عملوا ايه في مصر. انا عايز اعرف حاجه كويسه عملتها الاخوان خلال هذه 80 سنه غير ان هي عملوا بلبله في الفكر. اكتر من كده ما عملوش. فاحنا ما نخافش، الناس عارفاها. انا سعيد جدا لما بيطلعوا يتكلموا في التلفزيون، لانه النهارده بيقولوا تصريح، بكره بيقولوا تصريح تاني. قبل كده قالوا احنا عايزين 30%، النهارده بيقول لك عايزين 50%. صحيح. بكره بيقولوا عايزين 100%. بيقولوا زي ما عايزين. هاخد معلش اخر مكالمه وهرجع اخد بقى تعليقات استاذ زهير معايا. استاذ شنوده من مدينه السادات. الو. الو. اهلا بيك يا استاذ شنوده، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اتفضل. استاذ زياد معايا؟ اه اتفضل يا فندم. حضرتك انا كنت في رمسيس يوم الجمعه اللي فاتت. ايوه فندم. وكان في بعض الاخوه السلفيين بيوزعوا منشورات موسيقى لكراسه البابا. اه. يعني هم فاكرين ان البلد كلها يعني المسلمين، يعني واحد بيديني منشور قريته ليه فيه كراسه البابا. كراسه البابا يعني انا عن نفسي مستعد ان انا اشهد وصعد ان ما فيش حد يجيب سير كراسه البابا في اي فيلم. انا مستعد ان انا واولادي ومراتي نستشهد قصاد ان مفيش اي حد يجيب قداس البابا. عيب اللي هم بيعملوه دوت، عيب جدا. شوف استاذ شنوده، وصلت وجهه نظر حياتك. استاذ روبير، يعني من مجموع الاتصالات بتاعت النهارده في ناس يعني بتقول احنا حزنانين، وناس تقول احنا يئسنا بعد نتيجه الاستفتاء، رغم انه الوصول لما يزيد عن 35% او حاجه زي كده. احنا كنا يعني المسيحيين مش لوحدهم، كان معاهم كتير من الليبراليين والمسلمين المعتدلين. وصلنا لقد ايه تقريبا؟ كان اقل من الربع. لا اقل من الربع. 23%. 23%. دي نسبه هائله لاول احتشاد، لجوله اولى في الاحتشاد، يعني مرشحه للارتفاع. هو الفكرة ان احنا ازاي ما نخافش بس ما نهونش من العدو بتاعنا. لا تهوين ولا تهويل. الاخوان المسلمين موجودين على الارض ليهم 80 سنة. على الارض وتحت الارض. لان حتى النظام الداخلي في الجماعة انك بتقسم على المصحف والمسدس في اطار سري معين. كجماعة نشأت في شكل سري لمحاربة الاحتلال بعض الوقت. فالشيء ده احنا بالنسبة لنا مجهول. مثلا يجوا يعملوا شكل ظاهر اللي هو الحزب. فبيستخدم ذكائه في ايه؟ يروح شايل السيفين وحط الشعار الجديد سنبلتين. ايه الفكره؟ ده اللي اعلنوه في المؤتمر امبارح، حط سنبلتين بدل السيفين. وبيقولوا ايه؟ شالوا من ورق الحزب ان هم رافضين ان قبطي يتولى رئاسه الجمهوريه او امراه. لكن ده مش معنى ان هو شالوه من فكرهم. صحيح. زي ما قال المهندس عزت، الاخوان ليهم حاجه اسمها التقيه، ان هو اللي بيقولوا التقيه. ان هو بيخفي شيء ويظهر شيء. يعني هم يطلعوا في الاعلام يبتسموا ويضحكوا ويقول لك لهم ما لنا ولا وعليهم ما علينا. واول امبارح قال لك لو رأس الحزب واحد قبط احنا قابلين. طب لما مين هيختار؟ لا مش مين هيختاره، لما تكون كنت رافض محافظ قبطي وعملت وساندت الناس. فازاي؟ فهو زي الشاعر القديم لما قال يعطيك من طرف حلاوة ويراوغ منك كما يراوغ الثعلب. فالفكره اللي عاجبني في التليفونات، الناس اللي عاوزه وعي. مش لازم بقى الكنيسه، ممكن نستخدمها كمكان كقاعه نجتمع ونتكلم. وانا بعد الثوره رحت في اكتر من مكان وابتدت الكنيسه فعلا نتكلم عن الاحزاب السياسيه المشكله. والأنبا موسى بادئ ده قبل الثورة. يعني الحق فعلا بادئ ده، اللي بيدور على الوعي هيلا. يعني دلوقتي انت خلاص عرفت ان حزب الحرية والعدالة بتاع المسلمين،
انضم ليه ازاي مسيحي واخوان؟ ده مش انا هنا يعني كاني عنصري او بتاع، لا، الجماعه دي بتنفيني، بتعتبرني مواطن درجه تانية. لو ميت مصر هو ماشي عنده وثيقه اسمها فتح مصر، يمتلك الارض الاول، يعني يسيطر عليها وبعدين يبتدي يطبق. ولما اكتشفوا زي ما قال المهندس عزت برضو ان تصريحاتهم بتفضحهم، او زي ما قال سقراط تكلم حتى اراك، واللي حضرتك بتقوله ده قال الشيخ محمود عزت نائب المرشد العام لما قال امتلاك الارض اولا ثم تطبيق. والدكتور سعد الحسيني او المهندس سعد الحسيني قال لك هنطبق الحدود. يعني هم والسلفيين واحد. فهي الفكره انت اللي في ايدك كقضية. لو عندنا الوعي ده او المعرفه. وللاسف ان في، للاسف يعني الشديد، ان في بعض كتير جدا من الاعباط ما عندوش وعي ولا معرفه، ومستني هي الكنيسه بس هي اللي تدي له المصدر. لما اخذوا 88 مقعد في مجلس الشعب في 2006 عملت كتاب اسمه الاخوان المسلمين والاعباط. الكنائس رفضت توزعه. انا بعرف الجماعه من خلال وثائقهم، وعلشان اكشف ايه طريقة تفكير الناس دولة، عشان ما تنخدعش بالكلام الحلو اللين اللي بيقولوه وتبقى عارف حقيقتهم ايه. يعني هو يطلع يقولك لا يبنوا كنائس زي ما هم عايزين، لكن الفتاوى الرسمية اللي منشورة في مجلة الدعوة بتاعتهم تمنع بناء الكنائس تماما. يقولك ايه، عنده حاجة خطيرة جدا، وان هو ما عندوش وطن. العقيدة هي الوطن. عشان كده مهدي عاكف لما عمل حوار قال لك ممكن يحكمني واحد ماليزي او واحد باكستاني، اهم حاجه يكون مسلم. اشجع الحزب بتاعه ليه؟ انا لما اكشفه انه طائفي وان حزبه ما فيهوش غير اثنين ثلاثه مسيحيين، يبقى انا حطيته هنا. انا دي هنا قوه الاعباط. في اعباط كتير يقابلوك، اللي متضايق من السلفيين واللي متضايق من الاخوان. انت كقبطي في ايدك دلوقتي انك انت اللي تسود عليهم بعدم التوكيل، بعدم مسانده احزابهم. طيب استاذ روبير، اسمح لي هنقل للمهندس عزت دلوقتي. على الاقل بعد حوارنا الاستاذ روبير تفضل بانه حزب العداله والحريه ده حزب مؤسسين والاخوان المسلمين، وبهذا نضمن ان الكثير من الاقباط لن ينضموا لحزب الحريه والعداله. نتمنى هذا. طيب، لكن سؤالي لحضرتك، المسلمين برضو في منهم طائفه مثقفه وطائفه عاقله وطائفه واعيه كتير في الاغلبيه، كتير منهم دول الاغلبيه. طيب، في طائفه برضو مسيسه او منساقه، ازاي احنا نقدر نوصل للكلام اللي بيقوله الاستاذ روبير ده، ان احنا نحط الحقائق قدام بعض ويبقى تاريخ الجماعات دي واضح قبل كده، من القتل، من التحريض على العنف، من نفي الاخر، علشان ما نلاقيش احنا بنكافح في سكه والسكه الثانيه تبقى بتبوظ لنا شغلنا. المشكله مش مشكله المثقفين، المثقفين عارفين الكلام ده، والقارئين والمطلعين عارفين حقائق الاخوان والسلفيين، ودي ما فيش مشكله. المشكله في البني ادم اللي هو على الله، يعني بيروح كده هو وعايز يخش الجنه. صحيح. فهيخش الجنه ايه؟ فبيسمع كلمتين فبيقاد عشان لا يخطئ، فبينحاز للفكر هو من غير ما يفكر. يعني مثلا الحفل الاستفتاء الاخير ده، هل تعتقد ان في ال 77% دي اللي هم قالوا نعم، منهم كام في المية بيعرف يقرا ويكتب؟ لا طبعا، عدد قليل. لا، عدد قليل. مين منهم، حتى من منهم بيعرف يقرا ويكتب، عارف يعني ايه دستور، او اطلع على المواد اللي هي معدله في الدستور؟ ما اعتقدش. فاحنا عشان نضمن فعلا ديمقراطيه زي ما احنا بنقول، لازم يبقى فيه وعي. والوعي ده ما نديش فرصه للي هم غير مطلعين ان هم يشاركوا يقادوا. ازاي نوصل للمعادله دي؟ هذه معادله صعبه. دورنا التوعيه، دور التلفزيون، الاعلام المرئي مهم جدا، اهم من الاعلام المقروء، ولازم يبقى مش على مستوى القنوات المسيحيه بس. القنوات المسيحيه بتقوم بدور، ابتدت تقوم بدور اعلامي بعد ما كانت ان هي عباره عن ناقله للكنيسه للبيت. دور ديني فقط. دور ديني فقط. تمام. فده دور كويس. ده احنا بنوصل الفكره دي لمسيحيين كثيرين برضك مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا. لكن الجزء اكبر، ازاي نوصل له
ان لازم تشوف ايه هو في مصلحة الوطن، ازاي انت تعلي. يبقى لازم الاعلام اللي احنا بنسميه الحكومي او الحر يقوم بهذا الدور. ليقوم الدور ده ومن منطلق ان هو بيعمل لمصلحة مصر، لمصلحة حتى العاملين في التلفزيون نفسهم، لان بعد كده مش هيجيبوا ستات في التلفزيون، وممنوع الـ 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 السينما والتلفزيون، ومجلس الشعب هيبقى زي زمان يتناقش في بدلة الرأس والكلام ده. فاحنا هيرجعونا لألف سنة ورا بهذه العقلية المخربة اللي هي عقلية الإخوان وعقلية استخدام الدين لتسييس الناس. ده حرام. صحيح. مين قال كده؟ صحيح. مين قال كده؟ استاذ روبير، زي ما تفضل المهندس عزت انه الجزء لا يستهين من قالوا نعم للتعديلات الدستورية، كان مرت عليهم فكرة احنا عايزين بقى استقرار وكفاية بقى تعب وهرجلاء، وفوجئوا انه لم يحدث استقرار بعد ما قالوا نعم، وكأن النعم ديت اللي صورت ليهم عن هي دي اللي يا ريت صورت استقرار، بس دي صورت نعم للجنة ولا للشيطان او لا للصليب، واللون الاخضر واللون الاسود. ما هو برضو هو في حاجات برضو مش مفهومة يعني. استاذ روبير، خليني اتنقل معاك، فاضل لي دقايق قليلة، عايز اتنقل معاك لمعوقات الدولة المدنية الآن. يعني كان معانا أستاذة ميري فقرة اللي فاتت يمكن حضرتك، قالت إنه الإعلام لو كان بيتبنى فعلا دولة مدنية هو ومن يحركه يعني، كان يعرض فظائع الدولة الدينية زي اللي موجود مثلا في إيران أو أفغانستان. ما هو زي ما قال المهندس عزت برضو ممكن يكون بيعرضها بشكل سلبي. ما هو في حاجة في عندنا اسمها السلبية. أيوه. يعني لو أخذنا وجهة النظر بتاعته انه مطلع سلفي، الاهرام مثلا نشرت جامد حكايه قطع الودن، جابوا عبود الزمر، اهو ده شكل الدوله الدينيه اللي انتوا عايزينها. ما هو احنا في اتفاقيات للاسف كان النظام اللي فات والنظام لسه مستمر فيها، انه مثلا السعوديه انت ما بتقدمش الفظاعه اللي فيها، وهي اقرب دوله كانت قريبه من النظام اللي فات ومطبقه الدين. السعودية بسبب منع الاختلاط فيها نسبة كبيرة جدا من الشذوذ الجنسي. السعودية الصحف بتاعتها ممنوع انها تنشر صفحات الحوادث لبشاعة حوادث. ايران الحكم الديني اللي فيها 40,000 قتلوا منهم اطفال، ولو اي حد دخل على النت هيجيب الصور وهم متعلقين في عمدان النور. ده الحكم بسم الله يؤدي لنتائج يرضى عنها الشيطان. انا كاتب مقاله بالمعنى ده وجايب. هم الاخوان بيضحكوا على الناس، بيقولك هنبقى زي تركيا. تركيا دوله اوروبيه، الثقافه والحضاره بتاعتها اوروبيه الأول. بدليل حاجه بسيطه جدا، ما بتطبقش الحدود. بتجيب المسلسلات اللي الستات كلها قاعده قدامها دي، استحاله هم يوافقوا عليها. النموذج اللي كان قريب قوي من الاخوان، لانه فرعهم فعلا القريب حماس. حماس لما حكمت غزه منعوا حتى الكوافيرات، يعني ده اقرب شيء. المشكله زي يعني اكبر معوق للدوله المدنيه هو الجهل. انت الناس بتروح رافع لهم القران يخضع ويقول لك خلاص احنا عايزين الدين، وهم ناس يعني الكتله الصماء. انا الامل في فكره الفطره الحضاريه المصريه اللي هي بتاعت سعل قلبك وسعل ربك، لان انت الناس البسيطه دي لو قلت له انه هيلغوا المسلسلات وهيقفلوا على الناس وهيجي يتحكم فيك ويقطع الايدين والرجلين هيرفض. بس الفكره مين اللي يقول؟ لو المسيحيين اللي قالوا ده مش هيسمعوهم، هيقول لك انت مش، لا ده مش يعني مش مصدر ثقه. فالدور الاساسي اللي يلعبوه هنا هم المسلمين المدنيين، المسلمين الرافضين لحكم الدين، ودول كتار. يعني كل الاحزاب المدنيه اللي طالعه الاساس فيها او رؤسائها او زعمائها مسلمين. المطلوب من المسيحيين ان يدعموا الاحزاب المدنيه دي. في حاجه يعني كانوا عاملينها شباب الثوره، بيسافروا لكرة مصر. أيوة. احنا عندنا 3000 قريه مصريه، بيوعوا الناس، عايزين لغه بسيطه، عايزين نتكلم الناس باللغه اللي يفهموها. هو عند في مصر فيها حاجه كده اسمها الدين الشعبي. يعني الاسلام المصري يقولوا عليه غير السعودي. مشكلتنا في اللي جه من ايام السادات وايام مبارك من السعوديه، النقاب واللوحه وفكر البدو ده هو اللي سيطر على الحياه في مصر. الفكر ده انك انت تهزه بعد ما عدى عليه اكتر من 48 سنه، 30 و11 السادات او 12، فده يعني عايز وقت. زي ما بنقول دي ثمار نظام مبارك، السلفيين والإخوان
المشكلة ان احنا نوعي، وزي ما قلت الاقباط في ايديهم انهم يمنعوا قيام الاحزاب الاسلامية كلها. لان السلفيين كمان، طب السلفيين بعد اللي بيعملوا فينا عاملين حزب اسمه النور، مين يعمل توكيل ليأسس حزب للسلفيين؟ مفيش مسيحيين يبقى حزب طائفي يرفض. المشكلة ان احنا نوصل ده، يعني كل واحد متعلم يكلم جيرانه، يكلم اللي حواليه، في مصدر ثقة معايا عرفه، يوعي. احنا البلد كلها دلوقتي بتتكلم في السياسة كله، بس بيتكلموا في ايه؟ عايزين نحاكم مبارك، مفكرين الفلوس هترجع وتتوزع علينا. طبعا كلام فارغ. لا، سيبك خلاص، الماضي ده في ايد القضاء، خلينا في المستقبل. اللي يعرف يبلغ، يوعي. من يعرف ان يعمل حسن ولا يعمل فتلك خطيه. صحيح. الكتاب بيقول هلك شعبي لعدم المعرفه. طيب ننشر المعرفه، نوعي الناس، نعرف مين الاخوان، نعرف مين الاحزاب، نعرف يعني ايه دوله مدنيه، وفي كل دول اوروبا موجوده نماذج ليها. دول دينيه، ما فيش دوله دينيه في العالم متقدمه. السعوديه، ايران، افغانستان، انهي النموذج اللي انت عايزه لمصر؟ يعني نوصل ده ونعمل اللي علينا. يعني احنا نعمل اللي علينا، وإله الآية بتقول نحن عبيد نقوم ونبني. إله السماء، السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني، بس نقوم ونبني. تمام. مهندس عزت، أخذ من حياتك كلمة أخيرة لكل شعب مصر، أقباط ومسلمين، من أجل خير هذا البلد. بالنسبة، أنا هقول بالنسبة للأقباط، لأن الأقباط بالنسبة يعني هم، انتوا يا اقباط بتقول ان انتوا مصريين، مصريين بتحبوا مصر وانتوا الاصل و و و. طيب احنا عايزين نشوف ده منكم، عايزين المصريين الموجودين في هذه البلد يبقوا اكثر فاعليه، اكثر تفاعلا مع المجتمع، اكثر انخراطا في الحياه السياسيه، يعني يبقوا فعلا جزء عامل مؤثر، لان هم قوه كبيره. احنا بنقول 12 مليون. طيب ال 23% دول كانوا 4 مليون. هل كل الاقباط اشتركوا في هذا الاستفتاء؟ ما اعتقدش، والا لو كانوا اشتركوا كان النتيجه هتبقى اكتر من كده. فمعنى كده يا اقباط مصر اكثر، ورونا بقى هتقدروا تعملوا ايه. شكرا جزيلا. عندي حاجه بس لاقباط الخارج، ودي مهمة جدا. يا اقباط الخارج ما تقعديش بره وتقولوا مصر مش مسكوها السلفيين، مسكوها الاخوان. احنا اشتركوا، اعملوا الرقم القومي. الانتخابات والاستفاء هتبقى بالرقم القومي. اعملوا الرقم القومي. طيب. دي مسؤوليه عليكم. حضرتك جدا، وقتي خلص. المهندس عزت، رئيس تحرير جريده الاقباط المتحدون الالكترونيه، اشكر جزيلا استاذ روبير الفارس الكاتب الصحفي. اشكركم احبائي مشاهدي في النور، وغدا نلتقي بحلقه هامه من برنامج في النور مع الزميله دينا عبد الكريم. خليكم معنا دايما في النور. شكرا.